أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، نحن الآن في منطقة لواء عين الباشا التابع لمحافظة البلقاء، حيث سنقوم بإجراء مقابلة مع رئيس بلدية عين الباشا الجديدة المهندس عيسى أبو عرابي للحديث حول الشكاوى العديدة التي وردت لقناة الحقيقة الدولية حول موضوع الشوارع والطرق في مناطق اللواء المختلفة، حيث سنستمع من رئيس البلدية إلى المشروع الذي يجري تنفيذه حاليا في منطقة اللواء ونسبة الإنجاز فيه وكلفة هذا المشروع والمشاريع والآمال والتطلعات المستقبلية لبلدية عين الباشا الجديدة. مهندس عيسى، يسعد مساك. الله يعطيك العافية وشكرا على وجودكم معنا في بلدية عين الباشا، وشكرا على متابعة هموم ومشاكل المواطنين. يا سيدي، بلدية عين الباشا الآن فيها عطاء، تقريبا أربع عطاءات من خلطة ساخنة تقدر بمليون ومئتين ألف دينار للواء عين الباشا لكل المناطق بما فيهم المركز الرئيسي في مدينة عين الباشا. يوجد عندنا عطاء فتح وتعبيد بحدود 600 إلى 650 ألف دينار، يوجد عندنا عطاء كاندرين 200 ألف دينار مع بلاط أرصفة للشارع اللي احنا الآن أمام البلدية واللي تم تقريبا جزء منه إنشاؤه. يا سيدي، تعرف العمل الكبير، وبلدية عين الباشا تستحق، وأهالي المواطنين إخواننا وأعزاء علينا يستحقوا. احنا العطاءات اللي أخرتنا، وإحنا نتأسف لإخواننا المواطنين إنه العطاءات تأخرت هذا العام بسبب وجود تمديد بنية تحتية في لواء عين الباشا وبالذات مدينة عين الباشا، البنية التحتية وهي مياه الشرب اللي الآن بصدد الانتهاء منها إن شاء الله، ورايحين يرتاحوا إخواننا المواطنين، لأنه تعرف إذا كانت البنية التحتية جيدة ومصانة يكون الشارع 100%، لا ولكن إخواننا المواطنين يتحملون شوي، يعني من خلال من شهر، يعني نهاية شهر 7 سيكون الوضع في عين الباشا إن شاء الله المشاريع منتهين منها والوضع إن شاء الله على ما يرام. مهندس عيسى، نسبة الإنجاز في مشروع التعبيد حتى الآن؟ والله نسبة الإنجاز تقريبا 40 إلى 50% تقريبا، يعني لأنه تعرف في أشياء في عين الباشا في من العطاءات مش سبب للبلدية تأخيرها، سبب عطاءات ثانية لسلطة المياه والصرف الصحي ومياه الشرب. تعرف احنا يعني البنية التحتية عندنا متآكلة، فهذا السبب اللي أخر العطاءات عندنا في عين الباشا. فإن شاء الله يعني بشهر 7 إن شاء الله وبعون الله، ويوجد عندنا عطاءات بال 2016 ستنفذ هذا العام، وإن شاء الله يكون الوضع في عين الباشا على ما يرام. مهندس عيسى، ورد لقناة الحقيقة الدولية شكاوى عديدة حول موضوع مناشير الحجر والمساوئ البيئية الناتجة عنها، هل هناك إجراءات مستقبلية مع هذه المناشير؟ هل هناك نية لإنشاء منطقة صناعية متخصصة بالمناشير؟ يا سيدي والله أنا أحكي لك، خلينا نكون يعني صادقين وشفافين بالإجابة، يعني منطقة صناعية، احنا بحاجة لمنطقة صناعية، لكن لا يوجد عندنا منطقة صناعية، لا يمكن احنا نقدر ننقل المناشير الحجر من المواقع الحالية إلى مواقع أخرى إلا بموجب بيئة، وتعرف منطقة صناعية لا يوجد عندنا منطقة صناعية، فيتم ترخيصهم حسب المنطقة اللي عندك، ما في عندنا منطقة صناعية، احنا بحاجة لمنطقة صناعية، منطقة صناعية مكلفة، يعني بتكلفنا شراء أرض والمكان والبيئة. تعرف احنا إن شاء الله وبعون الله إنه احنا بصدد نشتري قطعة أرض، وتعرف اللي قبل المنطقة الصناعية هي المنطقة الحرفية، لا يوجد عندنا منطقة حرفية في عين الباشا، واحنا بحاجة جدا حاجة ماسة للمنطقة الحرفية، وكتبنا كتب ومعالي الوزير وعدنا إن شاء الله بشراء قطعة أرض لو أخذنا قرض 2 مليون، لأنه تعرف اليوم القطعة اللي بدنا نحولها منطقة حرفية بدنا أقل شيء 50 إلى 60 دنم، ال60 دنم لما دنم بكلف بحدود 35 إلى 40 ألف، اللي موجود فيها الأرض اللي يوجد فيها البنية التحتية بكلفنا بحدود 40 ألف، يعني تقدر تقول إنه ثمن الأرض 2 مليون دينار. إحنا والله كصندوق بلدية عين الباشا حاليا بالوقت الحاضر ما بنقدر نشتري الأرض إلا نأخذ قرض من بنك تنمية المدن والقرى بالوقت الحاضر، إن شاء الله نشتغل عليها، ومعالي الوزير خاطبنا بخصوص موضوع المنطقة الحرفية بالإضافة للمنطقة الصناعية. مهندس عيسى، يعني مشكلة نزول صافوت والحوادث السنوية المتكررة عليه، هل هناك اتصالات من قبل البلدية مع وزارة الأشغال العامة لغاية إيجاد حل جذري لهذا الطريق؟
يا سيدي انت تعرف طريق صافوت نزول سويلح صافوت، هذا طريق اشغال عامه ليس للبلديه في اي مسؤوليه بالنسبه للطريق، ليس طريق بلديه، طريق اشغال عامه. وشرفنا معالي وزير الاشغال قبل سنه من الان ووعدنا انه يعمل، تعرف هذا شارع الموت، انا بعتبره شارع الموت شارع صافوت، لغايه الان لم يحل مشكله صافوت، بالرغم انه احنا اجتمعنا مع معالي الوزير واجى على ارض الواقع ووعدنا، ولغايه الان الوعود لم تنفذ. فانا اتمنى من وزاره الاشغال العامه النظر وبالسرعه الممكنه بطريق صافوت. اتمنى من المواطنين انهم يتحملون شوي عبين ما ننهي مشروع الصرف الصحي والمياه الشرب، وان شاء الله انهم يكونوا هذيك الساعه يحكموا على بلديه عين الباشا بالانجاز. اتمنى لهم التوفيق وشكرا لقناه الحقيقه على تواصلها مع المواطنين، كل الشكر والتقدير للاخوان المحترمين وبالذات مندوب الحقيقه الاستاذ معاذ عصفور، شكرا لكم جميعا. شكرا لك. أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، استمعنا من منطقة لواء عين الباشا من رئيس بلدية عين الباشا المهندس عيسى أبو عرابي إلى إجابات حول الأسئلة والاستفسارات التي كانت قد وردت كشكاوى إلى قناة الحقيقة الدولية فيما يتعلق بموضوع الخلطة الإسفلتية وموضوع إعادة إنشاء المنطقة الصناعية أو المطالبة بإنشاء منطقة صناعية لتخدم هذا اللواء، أو الموضوع ما يتعلق بالطرق النافذة المؤدي إلى هذا اللواء، وخصوصا نزول صافوت الذي يشهد أسبوعيا حوادث مرورية قاتلة. من منطقة لواء عين الباشا معاذ عصفور، قناة الحقيقة الدولية.